السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الخوت الخواتات كليكم ماتي الغاليات، شخباكم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا كاملين بالصحه والسلامه وطول العمر وباش ما كتمنوا يا رب. اليوم ان شاء الله نشارك معكم جوله في محل فلورينا، الحديه الطبيه بالنسبه للامهات والاباء اللي كيجيو يديروا عمره، راه كاين فرع في العزيزيه. المهم جيت بغيت نختار ليا جزمه عز الله، صراحه كاين لوينات فنين، شوفوا وزالي هذه سعرها كم؟ هذه سعرها 198 وهذه 350، ولكن راها فنة وخفيفة. هادو ب 165. هادي فينا جاية، كيما كتشوفو هادي صراحة غزالة، عرفتو راه طبية. عندهم حتى الشنط، شوفو هذا يجي غزال مع هادي، شو عرفتو؟ هذا عندي واحد بحالو، عرفتو؟ زوين 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 في اللبسة. أنا عندي كحلي ما شاء الله، حلو حلو في اللبسة وهنا طبي صراحة. أصلا حديقة ديال فلورينا طبية غزالة، شوفوا هادي ما شاء الله خفيفة 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 كأنها ريشة. هذه سعرها 182 ما شاء الله، فنة فنة. شوف عرفتي ورا هذه حمقاتني، عندي نفس اللون، عرفتو ريشة. شوفوا هذا فني الكعب من 161 200. أنا صغيرة على قد أمير كيوت، شفتو صغيرة. أسعارها من 99، هادي ب 34، والله حلو. خلاص هذا اللون حلو، هذه حلوة. حتى زوجي أخذ منهم صراحة حلوين، إن شاء الله هالمحل راه عامر. غادي ناخذ حتى هذه، خديت هذه الماما، وهذه خدينا الأمير، وهذه الفصول. خلاص حطها في الكيس. شوفوا هذه ما شاء الله غزالة، وفي الأسود صراحة حرت بين الثلاثة. المهم حبايبي غنشارك معكم كاع المشتريات اللي شرينا من فلورينا. المهم كاين فرع في العزيزية وكاين فرع في الشرايع، بس بالنسبة للحديان خدناهم من فرع اللي في الشرايع حيت كاين مواقف ديال السيارات. المهم غنشارك معكم داكشي اللي خديناه وهانتوما معايا. حاجة هادي ديال مولدار صراحة غزالة كيما كتب عليكم، هادي خداها ب 200 ريال ما شاء الله، فنة فنة. وتخيلوا راه بحال القطن، يعني بحال ريشبون غزالة. المهم هادي أول حاجة، وهادي ديال أمورة ما شاء الله راه داوم بها اليوم، مشابه المدرسة وخلاني كاع تنصورها. فنة فنة عتيو خفيفة ما شاء الله وطبية. وهادي ديال فصولي صح، عنده وحدة سودة كيلبسها كيطلع بها دايما، فقلت لي خد هاد اللوين ما عندكش باش تعود تبدل بيه، وعنده ما شاء الله جزم. ما شاء الله كما كتشوفوا حتى هي نفس الشيء، يعني صراحه شركه فلورينا
أشياءهم حلوة وطبية، يعني مش اللي كتكون أشياء كتكون قاسحة. وهنا هذه اللي خديت لماما، صراحة فن فن، تايكم راه خفيفة بحال ما لابسة والو، شوفوا ما شاء الله. أخص ماما رجليها كيضروها عند الخشونة، فهذه غادي تطلق لها، حيت كانت في الجد كنت خديت ليها وحدة وما شاء الله ديجا عندها، ودابا خديت ليها هذه، خديت لها هاد اللوين ما عندهاش. وبالنسبة لهذه اللي جوا راه كتقدروا تغيروها، شريت لها هذه على حساب ركبتها. المهم هذه بالنسبة لحق الوالدة. وهنا خديت لي انا هاد السنيبيلة، صراحة باقا مترددة مع الشو رجعها ونخليها الشو، صراحة فنة صراحة، تهي شوفوا كيف خفيفة نفس الشريكة. صراحة عجبني هاد اللون، وكاين واحد اللون اخر نمري. فمشكلة انه هذاك اللي يشتغل في المحل قال لي هذا الموديل موديل الرجالي، بس انا جاني نسائي، فمترددة واش رايكم ارجعها ولا خليها، خلوا لي التعليق تحت واش رايكم فيها. المهم هذه كما قلت لكم عليها عرض، وخديت بالنسبه لي انا، بالنسبه لي انا خديت هذه الصنداله وخديت هذه السبرديله، اش رايكم؟ صراحه انا ما كنزعمش نشري الاسود، حيت كتعرفوا كنلبس عبايه سوداء، فاغلبيه السبرديلات ديالي ملونه، فعجبتني هذه الصراحه، حتى هي بحال ديال الوالده، وريشه ريشه عرفتي، بحال ما بحال ما لابسه والو، ومريحه تخيلوا لما قيستها راه صافي، قلت لي هذه اللي غناخذ. وهذا عرفتي راه داير بحال شكل فرشي، عرفتي رطيطب رطيطب. المهم هادو هما المشتريات اللي شريت، خديت لي انا سبرديله وخديت لي هاد الصنداله اللي قلت لكم، فبقى متردده واش ناخذها ولا نرجع نغيرها بشي تاني. وهذه كما قلت لكم الوالده، صافي هادشي اللي كاين، وصندال خدام مولطا. ايوا هادو هما المشتريات اللي شترينا، صراحه انا اكثريه الصنادل ديالي من هاد الشركه، واحد الشركه اخرى يعني صراحه كتلبسي شي حاجه وما كتضركش في رجلك. وبالنسبه لهاد الشركه راه السبر ديالها والحاف الماكينه كتخرج ما شاء الله. ايوا هادشي اللي كاين، ايوا خلوا لي التعليق واش رايكم في هذه، انا حيت قال لي راهي المحل راه مدير رجالي، فانا جاتني نسائي، ومني جيت للدار بقيت متردده، فقلت غادي نرجعها ونقدر ناخذ محلها سبرديله او نغيرها في شي موديل اخر، بقى متردده. السنتروبيت انا مولدار خدا بعض الحوايجات صيفيين لي، وخديت واحد الساعة عجباتني، نشوف معكم كل شيء وانتم معايا. المهم كما كيبان لكم انتم كيف دايرة، الصراحة راه غزالة صراحة، كيف جاي مدة قال لي هاد السودة حق الرجال، فغادي نرجع ناخد لون وردي نسائي ان شاء الله ونشارك معكم. صراحة عليها عرض ب99 ريال، فكانت ب150. شو بقى نحيد لهاد البلاستيكة. المهم هذا هو الشحن ديالها، كيجي بهذا الشكل، والساعة كتجي بهذا الشكل، فقال لي مضطر أفضل شيء رجعي خدي لك لون وردي، لان هذا اللون الاسود للرجال، فقلت خليها الفصولي. وانا اصلا كنت خايده الفيصل شحال هذه، كنت خايده ليه هذه النوعيه، شو خاصها تشارجه
وهذا هو الشحن ديالو. هي غزاله هذه، هي وقت غادي ناخذ لي انا هذه صدقت صدقت في نصيب في الصولي. كيف فيصل عجبتك؟ حلوه. ايوا صافي خويا، هيا بصحتك.